فرع مصلحة الهجرة والجوازات في محافظة شبوة من المنشآت الخدمية الهامة التي تم العمل على تهيئة جميع إداراتها وأقسامها ورفدها بأجهزة الإصدار الآلي من أجل تحسين وتطوير أدائها. استونف العمل في فرع المصلحة بعد توقف دام شهرين سببه خلل في بعض الأجهزة، وعودة هذه الإدارة للعمل سيساعد على تسهيل الكثير من معاملات المواطنين بعد حصول المحافظة على 10,000 جواز جديد بعد نفاذ الكمية السابقة. بحيث أن هناك في بعض الفروع في الفترة الحالية مسكرة ومغلقة، أتونا مواطنين كثير من عدة محافظات، من إب، من مأرب، من البيضاء، من تعز، من عدن، بالإضافة إلى محافظة أبين ومحافظات المحررة اللي موجودة حاليا، وهذا سبب لنا ضغط كبير نعم الازدحام. وتم تطبيع الأجهزة جميعا، استأنفناها اليوم، وإن شاء الله أن المواطنين الآن مع زحمة، وإن شاء الله بإذن الله يعني إجراءة تسهل لهم بسبب يعني كباين، عدد الكباين، عدد الأجهزة وموظفين مكتملين. إقبال كبير يشهده فرع مصلحة الهجرة والجوازات في شبوة من جميع المحافظات. قيادة الفرع والعاملون فيه يبذلون جهوداً ملموسة لتنظيم وتسهيل عملية حصول المواطنين على جوازة السفر، فبعد استيفاء كافة الشروط والوثائق القانونية تمنح الجوازات خلال فترة وجيزة لا تتجاوز بضعة أيام. بالنسبة للتسهيلات نشكر إدارة الهجرة والجوازات الجنسية في شبوة على التسهيلات اللي تقوم بها للمواطنين. حقيقة يقومون بجهد مضاعف، ونرجو منهم أيضا القيام بما هو أكثر يعني. ورسالة للمواطنين يعني الذين يعني احرصوا على يعني بث روح النظام في حتى يتسير الأمور على قدم وساق يعني. يستقبل موظفو الفرع مئات المعاملات بشكل يومي، خصوصا بعد تحديث منظومة العمل الآلي بالفرع وتزويده بأجهزة جديدة، وهو ما أسهم في القدرة على التعامل بشكل أكثر فعالية مع طلبات المواطنين. فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة شبوة من المكاتب التي استأنفت عملها بعد انقطاع دام أكثر من شهر، وعودة هذه المنشأة الخدمية الهامة للعمل أعطى دافعاً لشريحة واسعة من المواطنين للقدوم إلى هنا من أجل استصدار جوازات سفر، في ظل جهود ملموسة تبذلها إدارة المصلحة والعاملين فيها. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.